الخير، اهلا وسهلا بكم في نشرة اخبار الوطن واللي هنقدم فيها عدد من اهم الاخبار. السيسي يمنح اسر الشهداء وسام الاستحقاق من الدرجة الثالثة، وده كان خلال احتفالية عيد الشرطة حيث قدم الرئيس وسام الاستحقاق من الطبقة الثالثة لعدد من اسر الشهداء. بدء تشغيل ماكينات استخراج شهادات الميلاد الكترونية، وزارة الداخلية هتبدأ تشغيل ماكينات الخدمات المدنية الجديدة بمقر قطاع الاحوال المدنية وعدة اماكن اخرى زي مطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة تزامنا مع عيد الشرطة. من أخبار الرياضة، أحمد الشناوي قرر الرحيل عن بيراميدز وينتظر الانتقال للأهلي. مصدر مقرب من الشناوي أكد أنه بيرحب بالانتقال للقلعة الحمراء. ونروح لأخبار الطقس، استقرار درجات الحرارة مع بداية أجازة منتصف العام. وأخيرا مع أسعار الذهب، استقرت الأسعار وسجل عيار 21 692 جنيه. كده تكون انتهت نشرتنا النهاردة، ولمزيد من الأخبار زورونا على الوطن نيوز.com.